فليملوا علينا ما يملوا من قرارات، ولكن سنقف سنموت وقوفا كالأشجار. اليوم ما عندهاش مشكلة المسودة ديرها كيف ما تبي، غير جيبوا لي رئيس حكومة، لأن ورئيس الحكومة سيأتي شخص علاقته بالغرب. مبدأ سيادة القانون، مبدأ سيادة الدستور وعدم الاعتراف بحكم المحكمة دونه أي اتفاق سياسي لا يساوي شيء. رافضين الحوار أو قابلين، يعني الموضوع ليه علاقة بقيم، ليه علاقة بثورة، ليه علاقة بتضحيات. البنغازي فخورين بالمؤتمر لأنه لم يوقع. كيف ترضى أن تعطي قوة لأشخاص تغولوا في استباحة الوطن، وضع ايدين في ايدين اجنبي في الامارات، في الاردن، في مصر؟ ما معنى ان يكون التدخل العسكري بطلب الليبيين؟ معناها ان سابقة في العالم كله ان يطلب مجتمع وشعب احتلاله. لمن يشوه الثوار ويقول انهم ارهابيون، هؤلاء الثوار هم من حرس صندوق الانتخاب في بنغازي وفي غيرها من المدن. هل تعلمون والخطاب لليون الا في بلدك عندما انتصر فرانكو في الحرب الأهلية منع الانتخابات 40 عاما، ثوارنا بعد 9 أشهر من انتصارهم حرسوا صندوق الانتخاب وقالوا للشعب الليبي انتخب من تشاء. أن تعطوا قوة لبرلمان يدعم قصفنا من مدينة طبرق بطائرات لمدة أكثر من سنة، هجرنا، دمرنا، كيف سيجاوب المؤتمر أهل بنغازي؟ هذه المسودة أرجو ألا ينظر إليها بعين تدارك الواقع، ولكن أن ينظر إليها بعين الاحتياط لما هو آتي إذا تمت هذه المسودة. ليبيا الغد مشروع قصفته، نهته، ألغته ليبيا الجديدة. عندما تدخل المجتمع الدولي في هذه الثورة، أنا نقول تدخل في هذه الثورة، لأن الثورة قامت بمعزل عنهم. لما قامت الثورة لفكرنا في مجتمع دولي ولا نعلم بالمجتمع الدولي ولا غيره. تريدون شرع الله سبحانه وتعالى أن يطبق على هذه الأرض، يجب أن تلتزموا بالتعديل الدستوري 9. لا يمكن أن تمر هذه المسودة إلا بعد صدور فتوى من دار الإفتاء بها. بعد ما قرر المجتمع الدولي طلعوا دار دموع، وأصبح يعني كل 42 سنة هذه تمخضت عنده وطنية وخوف على البلاد وكرها لمعمر القدافي. سنقف سنموت وقوفا كالأشجار.